السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. قرار جمهوري بتعديل وزاري في حكومة المهندس خالد بحاح. التحالف العربي يشن عدة غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء والضالع وتعز. السلطة المحلية بعدن تقرر استيعاب 12 ألفا من المقاومة في الجيش والأمن. مرحبا بكم. أدى عبد الملك عبد الجليل المخلافي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. وكان الرئيس هادي أجرى اليوم تعديلا وزاريا في حكومة المهندس خالد بحاح، طال 5 حقائب وزارية وأقر 3 نواب جدد لرئيس الوزراء. تزامنا مع الذكرى 48 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر 1967، أصدر الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي من مقر إقامته في العاصمة المؤقتة عدن حزمة قرارات جمهورية قضت بتعديلات وزارية في حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح. التعيينات الجديدة جاءت بعد أيام من عودة الرئيس هادي إلى عدن، وبعد ساعات من تعهده أمام الشعب اليمني في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال بمواصلة المعركة والانتصار للشعب اليمني وحريته واستعادة اليمن كاملا وفرض النظام والقانون وإيقاف الانقلابيين ومنع التدخل الإيراني من تحقيق أهدافه. وشملت التعديلات وزارة النقل والخدمة المدنية والخارجية والداخلية والإعلام وجهاز الأمن السياسي في خطوة من شأنها كما يرى مراقبون في ظل وضع مأساوي يعيشه اليمنيون منذ 8 أشهر وتعميد الشرعية على أرض صلبة. هي أيضا بحسب مهتمين مؤشر على عزم السلطة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة من براثن الانقلابيين وترافق العملية السياسية بما تتطلبه مستجدات الحرب، حيث تحقق المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما وانتصارات في كافة جبهات القتال وبخاصة تعز. ويعاني المواطن اليمني من غياب شامل للخدمات وتدهور مستمر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والأمنية والخدمية، ويترقب المواطنون من هذه التعديلات أن تثمر في تحقيق نجاح سياسي وأمني من شأنه أن يسرع في عملية الحسم ويرفع المعاناة عن كاهل اليمنيين المثقل بأعباء حرب أكلت الأخضر واليابس وآخر سنبلة في وادينا الطيب. في 30 من نوفمبر 1967 انتصرت إرادة الشعب اليمني في الجنوب على بطش المحتل وصلفه، ورفرفت راية العزة شامخة في الأرجاء. واليوم وعلى ذات الخطى الوطنية يناضل الشعب اليمني كافة من أجل الانتصار للدولة والجمهورية وإزهاق روح الانقلاب. المزيد في التقرير التالي. هي الذكرى 48 لرحيل المحتل، أو هي ذكرى التأكيد المتجدد أن اليمن التي طردت المحتل عام 67 وانتفضت في وجه المستبد عام 2011 ستصنع نصرها على انقلاب 2015. صنع اليمنيون بأيديهم نصرهم الكبير في نوفمبر فأجبروا المحتل على الرحيل، وهم اليوم بمقاومتهم المستمرة يصنعون ضحى النصر الأكبر على انقلاب استقدمت بذرته من طهران وألقيت في كهوف مران محجوبة عن شمس الحرية فأنبتت انقلاب العبيد. انقلاب يعود 30 من نوفمبر، واليمنيون يوشكون أن يجعلوا منه مجرد ذكرى تضاف لملف ذكريات الإمامة السوداء وحقد المخلوع الأسود. يعود 30 من نوفمبر فيثبت مرة أخرى أنه ليس مجرد ذكرى تمر، بل هو تأريخ نضال يستمر، ومع تجدد ذكراه تتوالى ذكرياته، ذكريات شعب أبى أن ينحني أمام أوسع الإمبراطوريات امتدادا وأعتى الجيوش تسليحا. وهي ذكريات كانت ستنفع الإنقلابيين لو نفعتهم الذكرى أو كانوا يعقلون.
أجبر اليمن آخر جنود الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس على الرحيل، فأشرقت شمس عدن بعد 30 من نوفمبر بأشعة حرية تطارد من تبقى من عملاء الاستعمار إلى مخبئهم، فكان ضحى 30 من نوفمبر ضحى اليمن بلا احتلال، فكان عيد الاستقلال. شاركت صنعاء عدن على الدوام فرحتها بعيد الاستقلال صنعه اليمنيون بتضحياتهم، غير أن مشاركة صنعاء بعيد الاستقلال هذا العام تبدو مشاركة مميزة، حيث تتهيأ صنعاء لتكتب آخر السطور في حياة الانقلاب، متخذة من نوفمبر محطة إعداد ومنطلقا زمنيا لمعركة استعادة العاصمة، ليرتبط نوفمبر هذه المرة برحيل من نوع آخر، رحيل انقلابيين جاءوا بإرادة إيران وسيرحلون بإرادة اليمنيين ونضالهم. قال نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح إن تغير المناخ عمل على إنتاج إعصاري تشابالا وميق اللذين ضربا جزيرة سقطرى التي تعد من أغنى جزر العالم بتنوعها الحيوي النادر، والتي أدرجتها اليونسكو في قائمة محميات الإنسان والمحيط الحيوي في 2003 وفي العام 2008 ضمن قائمة مواقع التراث الطبيعي العالمي. وأضاف بحاح خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول المناخ في العاصمة الفرنسية باريس إن شعبنا اليمني يعاني من أوضاع قاسية جراء الممارسات اللامسؤولة من الميليشيا الانقلابية والتي أقدمت على الانقلاب الكامل على الشرعية والمنجزات السياسية واستهدفت أبناء الشعب ومقدراته ومؤسساته. ودعا نائب رئيس الجمهورية الدول والمنظمات والمهتمين بالبيئة حول العالم للتدخل العاجل لإنقاذ بيئة سقطرى النادرة والفريدة وبما يحقق التنمية المستدامة التي تضمن تميزها البيئي. المؤتمر الدولي للمناخ وهو مؤتمر سنوي يعقد من أجل جمع قادة دول العالم لمعالجة كثير من القضايا وخاصة في الجانب البيئي وتأثيراتها الكبيرة التي تحدث على الكون العالمي، وهذه من أحد القضايا الجوهرية والرئيسية التي يلتقى فيها قادة دول العالم. هذا اللقاء تم بحضور تقريبا غالبية القادة الدوليين، هناك جمع كبير جدا، هذا الجمع بقدمه يحتفل بهذه الفعالية وعقد هذا المؤتمر. بالمقابل هناك كثير من القضايا الجانبية يتم مناقشتها الجانبية مع القادة السياسيين، وما يخص اليمن تقريبا هي فرصة أن نجد كل العالم متواجد اليوم في العاصمة باريس، وهذه فرصة بالنسبة لنا أن نلتقي فيهم. كانت لنا لقاءات عابرة مع عدم القادة، ولكن كان بالأخص هناك لقاء خاص مع رئيس الوزراء الإثيوبي، لقاء مع الأشقاء من عمان، لقاء مع الأشقاء من البحرين والكويت، وكذلك مصادفة مع المستشار الألمانية والرئيس الأمريكي وعدد من الزعماء. وكانت كثير من الخواطر اللي تمر في الجميع، سؤالهم عن اليمن، ماذا يحدث في اليمن، كيف نستطيع أن نصل لمرحلة السلام، فكانت كلها رسائل تطمينية أن الجميع مع اليمنيين، ولكن دائما الرسالة الأهم هو أن كل الحلول قدر ما تكون مساعدة من الخارج يجب أن تأتي من الداخل، وهذه الرسالة التي استلمناها من كافة دول العالم. فالحمد لله تقريبا نحن في نهاية اليوم في هذا اللقاء، كان تكلم أن هناك فريق فني يمني متواجد من أجل طرح الكثير من القضايا اليمنية البيئية وخاصة ما حدث مؤخرا في جزيرة سقطرى والإعصارين تشابيلا وميجا والأضرار البيئية التي حدثت على جزيرة سقطرى، والدعوة للعالم وكافة المنظمات أن تكون جزء من الفترة القادمة في حماية البيئة في جزيرة سقطرى. سنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ظهر اليوم على دار الرئاسة وجبل النهدين بالعاصمة صنعاء. يأتي هذا بعد ساعات من غارات مماثلة شنتها مقاتلات التحالف على مخازن أسلحة في النهدين أسفرت عن انفجارات قوية وتصاعد لألسنة اللهب. يشار إلى أن مقاتلات التحالف كثفت من غاراتها خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع في العاصمة صنعاء بعدما كانت توقفت لأكثر من أسبوعين، وتأتي هذه المستجدات في ظل تنامي الحديث عن جاهزية مقاومة صنعاء لانطلاق عملية التحرير تمهيدا لتحرير العاصمة من الميليشيا الانقلابية.
قصف طيران التحالف العربي تجمعا لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع بالجاشعية في الشريجة جنوب شرق تعز، وتدور اشتباكات بين رجال المقاومة بين رجال الجيش الوطني مسلودين بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مناطق الرامة والجريف ودار القبة بالمصراخ إثر محاولات للميليشيا للتمركز والتقدم نحو نجد قسيم والضباب. كما نفذت المقاومة هجوما نوعيا استهدف تجمعا للميليشيا في منطقة حواص بمقبنة سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. إلى ذلك ارتقى 3 شهداء وجرح 18 آخرون من المدنيين اليوم في القصف العشوائي التي تشنه الميليشيا الانقلابية على الأحياء السكنية. إلى ذلك أيضا استشهد 5 من أفراد المقاومة الشعبية وجرح 9 آخرون، كما قتل 35 وجرح 44 من عناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع حصيلة المواجهات وقصف طيران التحالف العربي. رافق فريق قناة سهيل بتعز اليوم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمنطقة الحصب خطوة خطوة أثناء تنفيذ عملية نوعية لتحرير عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية. وكان من بين الأشخاص المقاومين الذين التقاهم مراسلنا قبل تنفيذ العملية شاب استشهد في أرض المعركة. نتابع. دقت ساعة العمل وبدأ تنفيذ الهجوم على الميليشيات. هنا منطقة الحصب مع بدء الهجوم باتجاه بير باشا. الشباب شعلة من الحماس، من التضحية، من القوة. هم الآن يستعدوا لاقتحام منطقة معينة إن شاء الله، وهم يعدوا خطة الآن بإذن الله سبحانه وتعالى تكلل هذه الخطة بالنجاح إن شاء الله. أسود المقاومة متجهين صوب مواقع الميليشيات لإنقاذهم بالنار والجحيم واستعادة ما استولوا عليه. الآن والله في إطار مهمة سنتم تنفيذها، وإن شاء الله بعد المهمة ستدرون إلى أين رايحين. المعنويات فل، الاستعداد على أكمل وجه. صحيح أن سلاحنا وذخيرتنا محدودة، لكن معنوياتنا كافية لتحقيق الهدف الذي نحن رايحين لأجله. معارك محتدمة لا تتوقف، وقد أعلنت المقاومة ألا تراجع عن فك الحصار وتحرير المدينة. نحن الآن بصدد الحصن الأخير الأيام الأولى، وسنتابع حتى نحرر الحوضة والحوافيش إلى مرة إن شاء الله. معنويات الشباب مرتفعة وقاعيتهم قوية جدا، وإن شاء الله ما ينقصنا إلا الأمر الآن ونطلق إن شاء الله ما نرجع هذه اليوم أو ما نصلي إلا في برباشا. عصام القباطي كان أحد المهاجمين لمواقع الميليشيات وارتقى شهيدا بعد أن تحدث لقناة سهيل. معنوياتنا الحمد لله مرتفعة عالي العال، لأداء مهمة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. راح إن شاء الله التقدم إلى جهة برباشا، سنحاول قدر الإمكان تقدمنا إن شاء الله وتحرير باقي المناطق إن شاء الله من في تعز وخارج تعز. معارك شرسة وتقدم للمقاومة باستيلائها على بعض العمائر والمواقع رغم القلص والاستهداف وكثافة النيران، إلا أن التقدم مستمر والثبات أقوى من أي وقت. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. هذا وتمكن أفراد المقاومة الشعبية بتعز اليوم من استعادة السيطرة على منطقة المرور وجولة المرور، مؤكدين أنهم سيواصلون أداء دورهم حتى تحرير محافظة تعز كاملة. نتابع. اليوم بفضل الله ثم بفضل الأبطال من رجال المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الوطني تم تطهير منطقة المرور وجولة المرور حتى سنلحقهم إن شاء الله إلى قعر ديارهم. سنلاحقهم زغط زغط، شارع شارع، حارة حارة، لا مكانة لهم في تعز إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله رايحين جهة
الحصب باذن الله نلقى مع الانصار وان شاء الله واصلين الى بير باشا ان شاء الله. والله 100% شوف الشباب مرتفع 100% المعنويات. الان ان شاء الله متقدمين الى الحصيب ان شاء الله نقتحم الان النيابه بيت النقاشي ومصنع الزاطها ان شاء الله. المعنويات ان شاء الله الحمد لله مرتفعه وان شاء الله النصر قريب قادم ان شاء الله. ان شاء الله تقدم نتقدم اليوم لا وكر الحوثي داخل جامع الانصار والنيابه وان شاء الله من نصر الى نصر. المعنويات عاليه مرتفعه جدا ونحن الان في إطار تحرير بقية منطقة الحصب لرفع الحصار عن مدينة تعز. نقول لإخواننا وزملاء السلاح في قوات الحرس الجمهوري فاتكم الأوان، فاتكم الأوان، عليكم ألا عليكم أن ترحلوا من تعز، عليكم أن ترحلوا من تعز قبل فوات الأوان، والوقت قصير، والله لنحقكم إلى آخر قطرة من دمائنا، أهلا بالشهداء بدماء الشهداء والجرحى لن نطيحهم من السداء. إذا كنتم تريدون أن تكون للمزيد ينضم إلينا من تعز عبر الهاتف الصحفي زكريا الشرعبي. مرحبا بك زكريا، بداية ضعنا في صورة أحداث اليوم. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة اليوم طيران التحالف خطف تجمعات للميليشيا في منطقة النقيل بالأقروض صبر واستهدف العشرات، سقط العشرات بين قتيل وجريح كانوا يحاولون إصلاح الطريقة التي استهدفوا طيران التحالف قبل 3 أيام. أيضا هناك ضربة للطيران في منطقة الجاشعية بالشريقة جنوب شرق تعز، وقبل قليل ضربتين في الراهدة استهدفت في منطقة الجمرك، وضربة أخرى استهدفت 3 أطقم في وسط الراهدة. أما على الجانب الميداني دارت اشتباكات اليوم عنيفة بين رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع إثر هجوم لرجال الجيش على مواقع الميليشيا في جولة المرور في نحو من أجل التقدم باتجاه الحصب وجزء من العمليات أو ضمن العمليات التي ترمي إلى فتح الجبهة الغربية. قاد رجال المقاومة والجيش اشتباكات شرسة مع الميليشيات، تم تطهير بعض المباني وفي الطريق إلى استكمال فتح الجبهة الغربية من أكثر من منطقة من البعرارة في جولة المرور في الدحي. إن شاء الله ستتم هذه الأمور وستسير على وتيرة متساوية وبخطة مرسومة لدى قيادة المقاومة الشعبية والمجلس العسكري. كما أيضا دارت هناك اشتباكات عنيفة في منطقة الأقروض عند رأس النقيل والمقضاء والقبا وشينار إثر محاولات مستميتة صد يقوم بها الميليشيا لفتح الطريق. كذلك في منطقة المصراخ دارت هناك اشتباكات في منطقة الرامة والقريف ودار القبة، هذه الميليشيات التي تحاول التمركز والوصول إلى مناطق تمركزت فيها الميليشيا في نجد قوسين سابقا في محاولة لإنقاذها، لأن أصبحت الميليشيا اليوم محاصرة برجال المقاومة من المصراخ والأقروب وفي نجد قوسين من الجيش الوطني والمقاومة الضباب، ثم على رجال الجيش الوطني والمقاومة من اتجاه القادمين من اتجاه التربة. ماذا زكريا؟ نعم، ماذا عن الاستهداف الذي طال حي الأقروض والأخبار تقول أن هناك شهداء معظمهم أطفال؟ الاستهداف ليس في حي الأقروض أخي، إن هناك تم استهداف تجمعات لأطفال وكانوا يبحثون عن الماء في منطقة حوض الأشراف جوار حوض الأشراف. نعم يعني وسقط خلال هذه الاستهداف 3 شهداء من الأطفال و11 جريح بينهم أيضا 5 أطفال. الميليشيات تقتلنا بالسلاح كل يوم وأيضا هي تحاصر المدينة ومن دخول المياه والمواد الغذائية المشتقات النفطية، اضطر الفاعلون الخير والمنظمات الخيرية لتوفير ما يقدرون توفيره وإيصاله إلى المواطنين. الناس يخرجون بحثا عن الماء، هذه الجريمة كانت تكررت، هذه الجريمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأطفال والشباب والشيوخ الذين يبحثون عن قطرات الماء واستهداف هذه التجمعات المدنيين كما هو حالهم كل يوم. أمس منذ أمس أمطرت الأحياء السكنية في جميع أحياء المدينة بصواريخ الكاتيوشا والهاون والهاوزر على مستوى الأحياء في محاولات مستميتة لهذه الوفاشة للميليشيا وتركيع المدينة، هذه المدينة الصامدة في رفض هذه الميليشيا والتي تقود جبهة وطنية ضد الميليشيا والانقلاب على الشرعية والدولة. أيضا الميليشيا
تم استهدافها اليوم في وادي جديد من قبل رجال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. استهدف التجمع الميليشيا في وادي جديد سقط خلاله العشرات من القتلى والجرحى. كذلك في عمليه نوعيه لرجال المقاومه الشعبيه في مقطع صباح اليوم استهدف تجمع للميليشيا واسقط وسقط يعني سقط خلال هذه العمليه قتلى وجرحى في صفوفها. الصحفي زكريا الشرعبي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. هذا وشهدت الساعات 24 الماضية استمرارا للمعارك بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وبين ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع من جهة أخرى، في حين شنت مقاتلة التحالف العربي غاراتها على مواقع الانقلابيين. نتابع. شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما مباغتا على مواقع الميليشيا في سوق نجد قسيم، حيث استمرت المواجهات لمدة 6 ساعات استطاع فيها الجيش والمقاومة من تطهير حسن راما وأكمة حبيش والمناطق المجاورة. وتحركت قوة من الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف من داخل معسكر العمري باتجاه منطقة عزان بالوازعية، وتمكنوا من تطهير 4 مواقع. وتدور اشتباكات عنيفة في منطقة شعبة والمحادية لمديرية الوازعية باتجاه موزع، وذلك على إثر محاولات فاشلة لعناصر الميليشيا بالتقدم. كما تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش المسنودين بالمقاومة القادمين من التربة والميليشيا في منطقة الغفيرة بالكلائبة لإحكام القبض على عناصر الميليشيا وتطهير المنطقة. وقصف طيران التحالف مواقع تمركز الميليشيا في الأحياد بالأقروض، استهدف طقمين، وعلت عزيزات الميليشيا في منطقة الحنيشية بأطراف الوازعية وكذلك على منطقة الشريجة جنوب شرق تعز، وقتل 35 من الميليشيا وجرح 72 آخرون، كما ارتقى 3 شهداء من المدنيين وجرحى 17 آخرين جراء القصف العشوائي، وارتقى 16 شهيدا وجرحى 37 من الجيش والمقاومة في المواجهات بنجد قسيم وفي حي ثعبات شرق المدينة. ضبط رجال المقاومة الشعبية في شبوة كميات من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. وقالت مصادر صحفية إن المقاومة في نقطة الجلفور بشبوة تمكنت من ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية كانت في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية بمديرية بيحان. ويأتي ضبط هذه الأسلحة بعد نحو أسبوع من قصف قوات التحالف لقوارب تهريب تحمل أسلحة في ميناء البيضاء بمنطقة بئر علي الساحلية شرق محافظة شبوة. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة المتاخمة للحدود مع السعودية. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مبنى إدارة أمن حرض الذي تحتله ميليشيا الحوثي والمخلوع، وقد أسفرت الغارات عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا وتدمير 10 آليات عسكرية كانت موجودة في المكان. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع فجر اليوم الأستاذ والأديب أحمد محمد الأهدل من مثلث الخليفة مع 2 من أبناء منطقة العباس واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر أن عملية اختطاف الأهدل جاءت على خلفية قيامه بكتابة قصيدة هجا فيها مشرف ميليشيا الحوثي المتمردة بالمحافظة نايف أبو خرفشة وممارساته، وسبق وأن تم إيقافه قبل يومين في نقطة مفرق اللاوية بأمر من أبو خرفشة لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل ووساطة، إلا أنه أعيد اختطافه اليوم وإخفاؤه في جهة مجهولة.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المقاومة الشعبية تتقدم في جبهة يعيس بمريس. اجتماع في مأرب لتعزيز الإصلاح الإداري. أهلا بكم من جديد. قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع تابعة للانقلابيين في جبل ناصا وقرية الأحرم بمديرية دمت بالضالع. وقالت مصادر في المقاومة إن القصف أسفر عن تدمير طقمين ورشاش 23 ومقتل عدد من الميليشيا في المواقع التي استهدفها القصف فجر اليوم. كما واصلت مدفعية المقاومة الشعبية قصفها لمواقع تابعة للميليشيا المتمردة في العرفاف ويعيس. وأوضح قائد معسكر الصدرين بمريس العقيد عبد الله مزاحم إن المقاومة أحرزت تقدما في جبهة يعيس وأنها كبدت الميليشيا الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات، وأن معسكر صدرين يرفض كل من جبهتي مريس وحمك بالمقاتلين والسلاح بما يمكنهم من التصدي لأي محاولات تقدم للمتمردين. كل ما يدور في حمك أو في نقيل الخشبة كله في سيطرة معسكر الصدرين وتحت شرافنا كقيادة واحدة، وهذه جبهة واحدة موحدة. تحظى المقاومة الشعبية في الضالع جبهة مريس بالتفاف ودعم شعبي واسع، حيث عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم البالغ مما تقوم به المقاومة من جهود كبيرة لتثبيت الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة. المقاومة ولله الحمد استطاعت أن تقوم بواجبها بحماية المواطن، أولا تأمين لقمة عيشه من خلال المحافظة على ممتلكاته، المحافظة على الأسواق، المحافظة على كل ما يمت إلى المواطن بصلة. يعني المقاومة الآن هي تقوم بواجب وطني الأمان في ظل وجود المقاومة، ونحيي أبطال المقاومة في كل الجبهات ونقول لهم شدوا إلى الأمام والنصر قادم بإذن الله تعالى. المنطقة مأمنة والمقاومة في مريس مستعدة بكل الوسائل ولن يدخل الحوافيش مريس. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع الكاتب والناشط فوزي الحقب من مدينة دمت بمحافظة الضالع على خلفية كتاباته الرافضة لانقلاب الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح. وتضاف هذه الجرائم للسجل الأسود لميليشيا الحوثي والمخلوع التي انتهكت كافة الحقوق المدنية للمواطنين وفي المقدمة منهم الصحفيين. شيع المئات من أبناء مديرية النادرة صباح اليوم جثمان الشهيد عبد اللطيف مشرح في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه بمسقط رأسه في قرية بيت مشرع بمخلاف عمار. وكانت ميليشيا الحوثي والمخلوع قد اغتالت عبد اللطيف مشرح وهو على متن دراجة نارية وقامت باختطافه وهو مصاب من داخل أحد المستشفيات وصفته وأعدمته هناك. وكان الشهيد مشرح من الرافضين لدخول الميليشيا الانقلابية إلى مركز مديرية النادرة. ترأس محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد اليوم اجتماعا بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبد الله علي الميسري ووكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني، وضم مدراء عموم المديريات الثمان. وقد كرس الاجتماع لمناقشة آلية تنفيذ عملية استيعاب 12 ألف فرد من المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وقوات الأمن في محافظة عدن موزعين على المديريات وفق نسب إحصائية التعداد السكاني لكل مديرية. وأقر الاجتماع توزيع النسب وفقا للتالي: مديرية دار سعد 1620 مجند، ومديرية الشيخ عثمان 2148 مجندا، ومديرية صيرة 2148 مجندا، ومديرية المنصورة 2340 مجندا، ومديرية البريقة
1272 مجندا ومديرية التواهي، 1080 مجندا ومديرية المعلى، 1020 مجندا ومديرية صيرة، 1560 مجندا ومديرية خرمكسر، 960 مجندا. هذا وقد وجه محافظ المحافظة مدراء العموم بالتنسيق مع قيادات المقاومة لتقديم كشوفات الراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري والأمني من شباب المقاومة خلال 3 أيام، على أن يكون أعمارهم ما بين 18 إلى 28 عاما، فيما سيتم استيعاب من زادت أعمارهم على 28 عاما في الجهاز المدني للدولة. نفذ ائتلاف أصوات النساء صباح اليوم الثلاثاء في مدينة كريتر بعدن وقفة احتجاجية للتنديد بالاختلالات الأمنية المستمرة في محافظة عدن. وعبرت النساء المنظمات للفعالية من ناشطات المجتمع المدني أن خروج النساء هي دعوة لأجل الأمن والسلام وتطبيع الحياة وللتنديد بالانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والنساء بشكل خاص أثناء الحرب وعدم معالجة مضاعفات المعاناة للناجيات والناجين من الحرب. واختتمت الوقفة ببيان صادر وجهت فيه عدة رسائل لمختلف الفئات والأطراف في المجتمع. وقعت صباح اليوم اتفاقية مشروع صيانة المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية التابعة لمستشفى الجمهورية بمحافظة عدن. وقع الاتفاقية من جانب السلطة المحلية اللواء جعفر محمد سعد محافظ المحافظة والدكتور الخضر ناصر الأصور من مكتب الصحة العامة والسكان، وعن هيئة الإغاثة الإسلامية صالح بنعيم مدير عام مؤسسة طيبة للتنمية. وأكد محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد على أهمية المشروع الممول من قبل هيئة الإغاثة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي سيمثل نقلة نوعية للارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفى الجمهورية الذي تكفل الهلال الأحمر الإماراتي بتمويل مشروع صيانته وإعادة تأهيله. عقد محافظ حضرموت الدكتور عادل بحميد لقاء مع منظمات المجتمع المدني ورؤساء فروع الأحزاب بوادي وصحراء حضرموت أمس الاثنين بمدينة سيئون. وقال المحافظ إن خطط السلطة المحلية للفترة المقبلة تعتمد على ركيزتين، الجانب العسكري والأمني لبسط الأمن والاستقرار من خلال إسناد المهام الأمنية بالمحافظة إلى أبنائها، وكذا على الجانب السياسي من أجل تحقيق لحضرموت موقعها المناسب الذي يضمن استعادة حقوقها في إدارة السلطة والثروة، معتبرا أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني هي الأقرب لتحقيق ذلك. وأشار بحميد إلى أنه وبالرغم من الوضع المعقد بالمكلة إلا أن العديد من المكاتب مثل الصحة والتربية والكهرباء والمياه لا زالت تمارس أعمالها لأن الانسحاب سيعطل خدمات المواطنين. وأشار المحافظ بحميد بجهود الوكيل ومساعديه بالوادي وتفقدهم وزيارتهم المتكررة للكثير من المرافق، وهو ما أعطى استقرارا وأملا في التغيير. دشن الدكتور عادل محمد بحميد محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي حملة خادم الحرمين الشريفين للإغاثة العاجلة للشعب اليمني بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالتعاون مع مؤسسة البادية الخيرية. وأشاد محافظ حضرموت بالجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منوها بما يقدمه من مساعدات لأبناء حضرموت وللشعب اليمني أجمع، كما شكر مؤسسة البادية الخيرية على دورها الكبير في خدمة الناس في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. من جانبه أكد الأستاذ عبد الله أحمد باتيس المدير التنفيذي لمؤسسة البادية الخيرية حرص مؤسسته على تقديم العون لأبناء المجتمع،
انطلاقا من واجبها الإنساني والاجتماعي والأخلاقي. تعجز الكلمات عن التعبير عنه بداية لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده أمين وولي عهده ولكافة الشعب السعودي الذي شكل حاضنة. أصدرت اللجان التنسيقية بشركة النفط اليمنية بيانا هاما طالبت فيه بإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالمشتقات النفطية والتي أصدرتها بما يسمى باللجنة الثورية التابعة للميليشيا الانقلابية، وآخر تلك القرارات ما سميت لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية. نقف في الحيز التالي على تفاصيل البيان مقدمة التقرير الذي يليه، إلى ذلك كشف الصحفي عبد الفتاح حيدر بالأدلة والوثائق عن وجه من أوجه الفساد المتعددة بشركة النفط التي سوغتها بطريقة أو بأخرى ميليشيا اللجنة الثورية العليا للحوثيين. أعبرت اللجان النقابية في بيانها عن تفاجئها قبل أيام بصدور ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي تهدف إلى رفع الدولة الدعم كليا عن الوقود والمشتقات النفطية، أي ما ينذر بحلول جرعة سعرية قاتلة قريبة على الشعب اليمني مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة. وأوضحت اللجان النقابية التنسيقية بشركة النفط اليمنية أن بنود هذه اللائحة تعني حرفيا بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لب الفساد وتجار السوق السوداء بشكل رسمي، حيث سيصبحون بموجب هذه اللائحة متحكمين في احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية، مما سيزيد حدة هذه الأزمة وسيضاعف معاناة الشعب اليمني. واعتبرت اللجنة أن ما يسمى بلائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية قدمت من جهة غير مختصة قانونا، فضلا عن أن اللائحة تخالف قانون إنشاء شركة النفط اليمنية. وطالبت اللجنة المنسقة بشركة النفط مما يسمى باللجنة الثورية العليا سرعة إلغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية، وذلك تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته. وعبرت اللجنة عن رفضها جملة وتفصيلا لما يسمى بلائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية، وذلك لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها، وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتقدم لتجار الفساد وأعوانهم مكافأة على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، حد تعبير بيان اللجنة. وشددت اللجنة على العمل الجاد والمشترك من قبل العاملين بشركة النفط اليمنية لتجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي ميليشيا الحوثي الذين وصفهم البيان بغير المؤهلين ولا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين. وطالبت لجنة النقابات بشركة النفط الحوثيين والقائمين على الشركة بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتعلق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشآت رأس عيسى للشركة وإحالة ومحاسبة من تورط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواء كانوا من داخل الشركة أو من خارجها، وسرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفا من معاناة الشعب. وتكفلت اللجنة بتعميم قائمة سوداء لتجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء والأزمات المتكررة في البلاد مهيبة بالجميع بعدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال. وطالبت اللجنة شركة النفط بالتعامل المباشر مع الشركات الأجنبية الأم وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صوره وأشكاله على الدولة والشعب. وأمهلت اللجنة القيادة الحالية للشركة يومين فقط بدءا من 29 من نوفمبر 2015 للتجاوب مع مطالبهم، ما لم فسيتم البدء بتنفيذ الإجراءات التي يكفلها القانون حفاظا على الشركة ومقدراتها ونشاطها والتي هي ملك للشعب اليمني حسب تعبير البيان. وأهابت لجنة النقابة والتنسيق بشركة النفط اليمنية بجميع النقابيين والعاملين بجميع الفروع اليقظة والتفاعل مع هذا البيان والتنبه للمخاطر التي تحيط بالشركة، داعية اللجنة جميع شرفاء البلد من نقابيين وأكاديميين وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع مطالب اللجنة المشروعة التي تهم جميع المواطنين على حد سواء وبكافة شرائحهم. عقد اليوم بمأرب لقاء بمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة لغرض تفعيل العمل الإداري وتنفيذ قانون الخدمة المدنية،
وتابعوا التفاصيل. في لقاء موسع بقيادة وكوادر الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية بالمكاتب التنفيذية بمأرب، عقد اليوم لقاء برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح. كرس اللقاء لمناقشة الأوضاع الإدارية ومستوى الأداء في مرافق العمل والإنتاج. وفي اللقاء أكد الوكيل مفتاح على أهمية الانضباط الوظيفي وتفعيل الأداء الإداري باعتبارهما مسؤولية وطنية وأمان لخدمة الوطن والمواطن. اللقاء يمثل النواة الأولى لقيادة المكتب في ظل التغييرات الجديدة التي اتخذتها قيادة المحافظة في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية، كما يقول مدير الخدمة المدنية بالمحافظة. كان اللقاء بشان تفعيل العمل الإداري والانضباط والتواجد وفتح المكاتب الحكومية وتنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 19 والذي غيب تماما في فترة سابقة. فالعمل الإداري هو لا يقل أهمية عن مواجهة الغزو والميليشيات التي تحاول تغزي محافظة مأرب. جملة من الأنشطة والخطط والبرامج النموذجية لتفعيل دور الخدمة المدنية في مجال الإصلاح الإداري للعام 2016 وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن أداء الواجب في الوظيفة العامة للدولة. بينما يواصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خوض معاركهم لتحرير ما تبقى من أطراف مديرية صرواح، يخوض الجهاز الإداري في محافظة مأرب معركة تصحيح الاختلالات الإدارية وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد معركة التحرير. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، مأرب. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قرار جمهوري بتعديل وزاري في حكومة المهندس خالد بحاح. التحالف العربي يشن عدة غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء والضالع وتعز. السلطة المحلية بعدن تقرر استيعاب 12 ألفا من المقاومة الشعبية في الجيش والأمن. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.